مشاهدينا وين ما كنتم، صحة سهرتكم وصحة شريبتكم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم السهرات، البرنامج اللي حبيتوه ولفتوه يطلع عليكم عبر قناة البلاد. وكالعادة راه معنا ضيوف حنا نحبوهم كثير وانتوما تحبوهم أكثر. فنان نعيط له فنان موهوب كان زميلي، وأنا فرحانة اليوم راح يشاركني هذا البلاطو. حقيقة اليوم مش راح نعتبره يعني ضيفي بصح. أكيد أكيد أنت ما تعرفيهاش، تعلمتها. يلا روحي. أكيد مروان، مروان قروابيرة وحاضر معنا تحت تصفيقات الجمهور. يبار زاد، كمل الغنية، كمل 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 كمل. أنيسة شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيكم، شكرا. سان في بليزير ديال أني حاضر معكم كاع. أختي توحشتك بزاف، هذا يقول لك في التلفزيون. يعطيك الصحة. توحشتك بزاف وشرف ليا لأني معكم هنا. أقسم بالله يا أنيسة سبحان الله راني مع عباد كيما راهم هكذا بين خمسة نحبهم. يا صحيح. ما كنتش نعرفك مليح نديك نحب. شكرا شكرا. يعطيك الصحة مروان قروابي ضيفنا، وكأنه رانا اليوم كومسي راك خدام معنا. بارك الله يا أنيسة، غير عندي ما تجوزت معك وسان في بليزير. وكذلك نشكر الجمهور الكريم. اصبر 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 اصبر. وكذلك باش تشوفي أنيسة بتبدلت وليت رومانتيك، جبت لها ورده. ها؟ ها ماتت. والله يا أنيسة غير كانت كومبلي. المهم باقي تسقيهم. والله والله العظيم غير الحصه كاع وانا جايبها معايا، حسبت لي حتكون كومبلي هكذا. معليش مكتوب ربي. معليش هاك أنيسة، هذا هو الرومانتيزم تاعي. شكرا. معليش يعطيك الصحه. شكرا مروان. معليش سي لو جيست كي كونت. سالي مرحبا بك، صحه فطورك. صحه فطورك أنيسة، وصحه فطور الببليك. صحه فطوركم كامل صحابي اللي راكم معايا. مروان شكرا. تي وينك يا مروان؟ ني راني نحوس عليك، ني راني نشتيك، ني راني نتبعك بارتو يا مروان. الو والله نحكي لك القصه اللي عندي مع سالي. هذه من بعد في انا نحب نبدا نقول كلش وضرب سكوب 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 ومن بعد. ربي يحفظك سالي. صافي الله يسلمك خويا. يلا هدى مرحبا بك، صحه فطورك. نور أنيسة، صحه فطوركم، صحه فطورك مروان. مرحبا بك معنا اليوم كوتش. واش بيك؟ والو بتعب. والو بتعب. وسيله صحه فطورك بليك لكم معايا المشاهدين كذلك، صحه فطوركم. يلا وسيله مقران، صحه فطورك. صحه فطورك أنيسة، صحه فطور كامل الزملاء. مرحبا بك مروان قروابي، صحه فطورك. مشاهدينا الكرام صحه فطوركم. بس عجبتني وسيله بالاسم واللقب. لاميري. لاميري البلديه. مروان قروابي. مروان قروابي 75. مرحبا بك مروان. بصح باري سالي غير كيما مروان باركت الوسيله كي زادت عندها بنيته. ما باركليش وما عيطليش كي دخلت المستشفى. على بالك 8 سنين وهي تسنى في الطفيله نورمالمون. والله يا وسيله غير الريزو ما بقيت. وسيله سامحيني سي، قلت لك سمحي لي والله ما بلعاني يا وسيله. ما عرفت كي العسل مروان. والله يا وسيله يتربى في عزك ان شاء الله، هو كي تسالي لي كادو قدام المشاهدين. طفله اكتي في خلاص رمضان دوكا قبل ما نطيح زقو دوك نقدر ندير لك. ما كانش مشكل شاب هذاك الكاوز دوكا راني نسال. حلويات اسمهم حلويات اسمهم لوتيك. لوتيك تضربي معاه. هيا يعطيك الصحه. كوتش بوزيد مرحبا بك. الله يسلمك يعطيك الصحه أنيسة. اليوم صان في بيزا نتلاقى مع مروان في بلاطو. ما نتلاقى معاه في الحومه في ريستورو في قهوه ولا في صال دو سبور. صال دو سبور يدير سبور مروان. انا نعرف يدير لي ماتش دو فوت هذيك على بالي. سايجي يونتريني قريب قتل لي ما شرحت كاع عافي. لا 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 شوفي مروان انا كورتي يحب يخرج فيه لي زابدو. انا جامي شفتهم في حياتي جامي. انا عايش لا بيل في بلا لي زابدو خويا، ما خرجت حتى عبدو. خليني عندي عبدو هذا عاجبني. لا لا أنيسة هو الكوتش قاعد يزير عليا باش نخرج لي زابدو. لقى 5 ابيل اون ابسونس على لي زابدو في كلشي ما عنديش. عطيت له سيري أنيسة، عطيت له سيري ديرها. راح تعاود تولي لقيته داير ستوري يتمسخر ويتمهبل في الصاله تاعي وانا عاطيه بالظهر. ما زيدش نعاود. يلا صاحبو زيد اخ اخ وزميل وكما يقول لك محترف. يعطيك الصحه شكرا كوتش. وتصفيقه على لحلو راهو حاضر معنا اليوم. نقول لكم صحة فطور الزملاء، صحة فطور الببليك، صحة فطور اللي راهم يشاهدوا بنا عبر الشاشة. صحة رمضانكم. وخويا راه مع تقول نحكي عليه. يا اختي يا اختي ما بغالي
ما الغاليش كاع وكي الغالي عمر لي ساكا. انا عمري ما عيط له، نهار اللي عيط له عيط له اصح، عيط له من درت وين من ما كان. احكيها لنا دوكا يا اختي يا اختي العير راهي واعره. معناها جايه نحكي لها لا لا يا اخو ما جاش في النيميرو صاحبي حقا في سطيف سطيف لا يا اخو انا ميت قسنطينة قسنطينة هي على برج بوعيري جاتوها قسنطينة جبتو كاع الولايات تحية كبيرة للناس برج بوعيري والعرس كيسموه يلا حب البرج نحييهم أسامة فندي أسامة فندي كيما عطونا تفيقة على أسامة الله يعجل بربي يعرضنا غير في الدرية كيزيد عندها دعوا لها ربي يزيد عندها الدرية إن شاء الله على خاطرش ناس شنقول لكم تاع كاو كاو وقعدة زينة وما يخسروش في الهضرة واحد الناس بيزو بيزو هو راه على بال ما راه بيزو راه على بال قرو بيزو بيزو على بال ما عيط لي جاعك عيط لي والله شوف لو سال اللي عيط لي قال لي شعال تخلط قلت له دينا شعال قال لي بون ديرها في الخلصه هذيك ديرها في ثلاثه هكذا بالله العظيم قال لي والله والله العظيم والله ماده معايا الفرنك بصح قالوا لي بلي خف خفت باهي ما امنتش ما امنتش ما امنتش قلت له ما قدش نروح شي جاي لا لا علاش حبس قال لا كلامك هو الكبير نقول لك علاش حبوا يمدوا لك هكذاك باسكو الناس البرج يحبوه صح حبوا يكبروا به ماشي زعما حبوا يجيبوه حبوا يكبروا به ما شاء الله مروان شعب ونخدم صاحبي عيط له عطيت له عطيت له الكاشي تشوكا نص ساعه ما قالوش بعد حتى عيط لدارهم قالوا له في صحه جيده جا شوفي جا بصح كاينه حاجه ثاني الانسان هذا علاش الناس بروبوزاو على دي كاشي ان كاشي ان كاشي هكذا بون انا نقول هكذا ماشي ملاير يعني متهضر الساعه صح باسكو قلبه مليح والناس تحبوه انسان متواضع ولحق لتماك والعريس يحبوه مولين العريس يحبوه دار لهم امبيونس شابه اي بي فوالا وحاجه يستاهلها وكي قال لك دي معايا دور وما عنديش دور علاش يا خويا نهضروا لا لا كاين اللي كاين اللي تاجر معاك ما نقدرش انا والله صح نقول لك حاجه اي كاين هو فنان كيفك من ما يخدمش يتاجر معاك بال يقول لك روح وخلي لابارتي عيوني خلي لابارتي معاك ونزيد نقول لك حاجه الحلو كاين بعض الفنانين ربما ما يعيط لكش مام با يقول لك راهي كاينه خدمه قال ما نعرفوش ما عنديش الرقم تاعه ما عنديش الرقم تاعه هو يعني كاين صارت لي نيسا احكي انا سمعت تفضلي صارت لي مقبل قاعده غير دخلت دوكا نقولوا الاستاذ الاستاذ شعبون قال لي وسيله واحد المخرج حوس على الرقم التليفون تاعك سبحان الله قال لي قول لي سقسى اللي عليا قالوا كاع قالوا له ما نعرفوهاش صح صح ولا واحد ما يعرفني انا كي تولي خدمه هذه هي ريزو سوسيو دوكا انا بصح دي فوا ما تشوفش الميساج كي عيط لي عيط لي غادي نخلي كونتاكت معاهم انت قلت لا تقعد تقعد انت قلت لبس كونتاكت الوسيط والله الا كيما قدامهم قال لي صاي سيبون غادي تشور حتى تركبني في الطاكسي وقال لي شور وقال لي بات قول لهم كي يقتلوا ما وليش التليفون واه قبل العرس يا والعريس لقى لاصه الفرق لقى الناس كاع تسنى في شعبون وشعبون راقد ايوا بديت نقول لهم عنده بروبليم تاع رجلو عنده ودنو توجع سيد بيطاريه ومرض غير كيما بوزيز راح يداويه ويولي قالت هو بيطاريه مي ابخي جا ويلا في سون شو الحمد لله وفنان اللي نحبه بزاف انا على باله بلي نحبه بزاف وفري يعني معجب به هذه هي يعطيك الصحه شكرا كما قلنا انه كاين البعض اللي يقول لك ما عنديش الارقام فمليح من مروان قروابي اللي عطى الرقم ديال الحلو سورتو سمحي لي نقطعك سورتو كي نكونوا زعما بين زوج في مجال واحد زعما في بين زوج خاصه يقول لك انا باش يدي هذه هي خاصه في نفس الناس تحبوا عيط له كبر بهم وكبروا به الحمد لله وزاد هو اللي قدمني وجمع في صف الخلل اللي تكملت جمع في الصف الاول باسكو قلت له انا ما غاديش نقدر باللهجه اقعد معايا والله لا تفهمني اش ندير اش نقول اش ما نقولش والحمد لله غي شفت شويه تاع الامبيونس تحيه للعريس خويا واحد العريس عاوي وبوه وفاميلي الحمد لله الحمد لله الله يعطيكم الخير والله يزيدكم خير على خير يلا هادو هما الفنانين عيطوا لي هذا هو الفنان وقصوا به الان العريس وخذ ايميسيو على الدراري يلا ساعدوا في الصبر اذا نبداو مع مروان مروان اللي رانا نشوفوه من سلسله دار الفشوش دار الفشوش في جزءه الثاني مروان يعني من دار الفشوش واحد دار الفشوش اثنين شخصيه ديالك اللي تاديها في دار الفشوش شخصيه اللي اتفق الجميع انه حب هذه الشخصية فقول لنا النجاح الأول يعني يمد لك ستريس أكثر باش تنجح الثاني فقلنا الأصداء تاع دار الفشوش تنين
كما قلت لي انت في السيزون الاولى الناس صافا حبوه لحلو سمني كيما انت لحلو نفس الاسم رايحه غير لحلو لحلو ديابات انا نو يعني في الجزء الاول الحمد لله الناس حبوا لحلو لحلو اللي كذلك يخدم زعما انسان شعبي يخدم في الكارانتين او اسمه كارانتينو ديجا على باس يا كانتي عجبكم لا لا, لا انا هو اللي عجبني نو يعني سي فري سا في لا سيزون 1 عجبهم بزاف لا سيزون 2 لحلو قاعد لحلو لكن تبدلت شويه تبدل بزاف تبدل بيرسوناج باسكو يعني الحكايه تبدلت ولحلو عباك انسان اللي عنده النيف والخساره غطوا عمرو دخل في واحد نقدروا نقولوا لحلو تبدل بارابور لا سيزون صح البوبليك بيان سور غاوي تبع دوكا كاين اللي عجبو كاين اللي ما على باليش دوكا يعني كيما يقول لا لا لحد الساعه لحد الساعه لكن يعني يعني فوالا يعني المخرج كان حاب يبدل شويه الحكايه يبدل تطور الاحداث تطور الاحداث والحكايه حبت انه لحلو غضب وخرج من هذيك الدار وراح يعيش في القصبة عاود ولا منين يجي وهذا فيها ميساج باش يقول لك يعني الدور 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 تعاود تولي البوزا اصلا عاود ولا تماك ما حملش هذاك اللوكس حب يعاود يولي الكارنطيط الغاشي الناس تطبع هذيك هي حياته اللي يحبها هذيك هي سالي لما نشوفوا نجاح مسلسل الاول هل لو ستريس يزيد في الثاني وهل ينجح الثاني كما الاول؟ يزيد لو ستريس باسكو لا ريسبونسابيليتي تكبر تكبر يفو فيغ اتونسيون الفنان كسوا في غنية ولا في تمثيل ولا خاصة في التمثيل اللي هو ميداني انه كي يلحق لان سيغتان نيفو تولي عنده اون دوبل ريسبونسابيليتي غاردي لو نيفو ويطلع مكتر ولا غاردي لو نيفو اي غاردي ليكيليبر سورتو فيزافي دو بوبليك اتونسيون قادره الحكايه تتبدل هو يخسر شويه من لي سيكونس تاعو المشاهد والاباريسيون تاعو بصح لو بيرسوناج في دو تخوا سيكونس يزيد يطرطق اكثر صحيح وقادر يزيد له المشاهد وين من داك باسكو اسكو جاي فيو في دار الفشوش لا سيزون 2 راحت شويه للدراما وين مروان قروابي سي بيردو وين اونتر الحلو اللي عنده في لا سيزون 1 اتموسفير تاع الضحك تاع طوايش وكذايا ودخلت له دراما الى اون فوا ان بوتي ان بوتي كوتي في مروان قروابي تاع الدراما اللي بان اي برافو شكرا برافو برافو وربما الناس ما يعرفوش انه مروان ربما فكاهي اكثر لكن على بالنا باللي الاداء تاعو في دراما راح يكون اجمل ربما من الفكاهه وي وانا ما نكذبش عليك انا ما شوفي جميع الدور تعطيه لي ولا غنقعد له برك نلعب صح مروان ما تشوفش ان المخرجين لكن نكمل لك من بعد نروحوا للسؤال تاعك على بالي ما هو برك انا علاش هذه الخطره دوك انا ما نكذبش عليك انا راني نستمتع في الفوكاه شو انتخان دو بروند بليزير في الكوميك صح ومازال نحب نخدم على الكوميك معناتها انا نالي نحب نروح للدراما يعني انا نورمال عندي دي بروبوزيسيون يلحقوني في الدراما ايتو مي حبيت نزيد نقعد في الكوميك انا عندي دي زوبجيكتيف مع روحي سالي فهمتيني حبيت غيزون جي دي زوبجيكتيف حبيت نزيد نلحق لواحد العفسه هكا راهي في راسي في الكوميك ونهالي نباسكولي نالي ما تكونش الناس قاعده تستناني نباسكولي للدراما بلا واحد ما يقول لي فهمتيني سورتو لو كان يجيك ان سيناريو اللي ينسبيريك ولا حيت سي انتيليجون دو لابار بارك الله فيك سي انتيليجون خاطر انا من المخرج كنت هضرت معاه انا مع جعفر قاسم وقلت له جعفر انا راني حاب ابخي بليكسبيريونس تاعو ايتو منا قال لي على بالي واش راني ندير انا تبعت واش قال المخرج واش نخاف على شو حيا كوني سبع ولا لا جو فيتيغ لا سيزون الاولانيه نجحت هاد لا سيزون كملت تما الدور تاعك راك بون قعدت توجور الحلو مي بصح بدلت شويه ما خفتش انك تخسر واش درت في لا سيزون الاولانيه باش نقول لك خفت نو ما خفت مي جي في كونفيونس للمخرج درت فيه كونفيونس سي فري كو كي تبدلوا لي بزاف المشاهد وليت لعب بزاف غايدتني عمري تو شغل باسكو انا انسان الحلو انسان حنين يسمع تحايكي وي نو هنا غطوا عمرو شافهم بلي خباو عليه الورد شاف بلي طماعين بزاف تو سا لو في ان تروك وهذاك لو تروك شوف في الحلقه الثانيه تشوفيني خرجت نبكي في الموطو ملتم ويا غايدتني عمري ابخي بون ما نقولكمش واش راح يصرا في البيت مي خرج من بزاف الحلو القديم خرج منه يلا وسيله سلسله اولى ثانيه الواحد كي يكون ممثل يخاف ما يخافش ما يخافش الاولى لانه راه عنده تجربه الثانيه وشنو تكون عنده مسؤوليه بارك الله فيك ومروان السيد مروان قروابي قد المسؤوليه الله يسلمك باسكو سي با صح لا لا ما انا جيت منكم نصفق في هذه صح لا لا باسكو نو ماشي ديجا ما من قبل انا لعبت ديجا لي سيزون 1 سيزون 2 انا بيبيش وبيبيش هذا في 5 سيزون 5 معناتها عندي موالفه ديك تاع نلعب لا سيزون 1 نعرف الناس كي تسنى عباك تخرج برا سيرتو كي ينجح دور الناس تقصيك الحلو واش حيدير الحلو عباك اي سي ستريسون ما يوليش يعيطوا لك مروان يعيطوا لك الدور هذا كل عام عندي اسم واش خطرة بيبيش خطرة الحلو خطرة عنطر خطرة والله الهاشمي في 10 ل 10 كل يوم يبدلوا لي اسمي
بيبيش مزيان تخلص منه. خلاص خطره واحد قاصني بطونوبيل، والله غنحكي لكم هذه. كنت اون بلان بيبيشا، واحد قاصني بطونوبيل، تقلقت انا، خرجت نحي تريكو بتريكو تبوق، قلت خلاص اليوم حتبدا لاباكا. وصلت عنده قال لي ما تقوليش بيبيش، برت. والله العظيم، والله يا انسه، ماشي سالي اسم بيبيش ما يخليك زعما، ما تتزوج، ما تتزوج مرتك تعيط لك بيبيش، خلاص ديري واش تحبي. بيبيش بصح عنطر باب لي رجله عنطر. شنو؟ عنطر باب لي رجله، معايا ما رجل في الدار. والهاشمي، الهاشمي الهاشمي سي التفاته مع عند جعفر قاسم الاب تاعي الله يرحمه. فوالا دار التفاته الهاشمي اللي كان في 10 10 الجزء الثالث اللي استمتعت كي لعبت هذاك. والحلو كيما الحلو ديالنا حميدو شعبون 5 سيزون، شحال درت شعبون من سيزون؟ 5 سيزون. 5. قل لي كيفاش الواحد من الواحد حتى الخمسه، يعني مغامره وفيها الثالثه. الثالثه هو اللي الثالثه. الله يبارك. شوف باش تعرف باللي السلسله نجحت، كي تبدل الاسم من السلسله كي تخرج برا يعيطوا لك شعب، يعيطوا لك بجمعه، تعرف باللي السلسله راهي ناجحه، يعيطوا لك بالاسم تاع تاع خويا. احنا نلعبوا بمشي نلعبوا نزهوا روحنا احنا الاولى، اقسم بالله ليكيب اللي تضحك اكثر من المشاهد. كون شافوا الكواليس الكواليس كي تكون بارك الله حاجه رائعه. وشو يقول لك سي تري امبورتون، شتي لومبيونس هذيك اللي تكون في البلاطو. شوف اذا كانت عندك امبيونس بوزيتيف، عرف بلي سي لو ما هذاك هو الاحساس اللي راح يحسوا الببليك. واذا شفت البلاطو كاع وحاب يكمل رابيد وكاره حياتهم كيما راكم ديروا لي باش نكملوا الحصه. لا سيريسمون سيريسمون. دقيقه دقيقه، يا قلت لك صفق وين لازم ماشي وين جات اخويا، قلت لك صفق عليا بصح ماشي هكذا هذاك العزيز. والله كي تشوف صح انا كاين بزاف على بالهمش، كاين بزاف ما على بالهمش بلي مروان في لافي كوتيديان تاعو هكذا. وي ملي نقعدوا، لا لا ملي نقعدوا هما يشوفوا لي ستوري ديالو على بالهم الكاركتر تاعو. لا رياليتي سي اونكور بليس. انا ساكنه حاجه كيفاش نقولوا باللي بون، نقدر نقولها باللي جعفر قاسم ماشي مخرج، نقدر نقول من هذا المنبر جعفر قاسم مايسترو. كيفاش شوفي كيفاش يجيري مروان بالايماجيني، مروان بالطاقه تاعو كومبلي، بالفوضى تاعو، بالضحك تاعو، باللومبيونس اللي عنده، كيفاش كيفاش يخدموا يعني. من ذاك كان يغزر فيه يقول لي اسمع هذه انرجي هذه بزاف وكيفاش ندير. وي مي ابخي كيما قال لك سي 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 با سي سي با فاسيل اجيري سي فري. انا من ذاك نطلق روحي قاعد نحب نضحك منا نضحك منا نقصر منا اني مع التاكس ومن بعد نرقد انا الاخر نوض انا الاول نفلهم. مي 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 لا سو كومون جيري الحمد لله. مروان قلنا لي زاكتور اللي جاو في الفشوش، دار الفشوش اثنين، شفنا اسلام بوخندير اللي نحييه بالمناسبه عطوني تفيق على اسلام نحبو بزاف. هو يقول لي انيسه انا اسمي بوختاش ماشي بوخنتاش، وانا نعيط كيما نحب ما يدخل ليسونسيال يعقل روحو. صح بوخنتاش يباني خنتاش، بوختاش الختاش. اذا اسلام من الشطر شفناهم كيفاش كانت لومبيونس؟ انا من الشطر كيفاش كتب ربي يحب كاع الناس، من الشطر اخت ونحبها بزاف، ويعني كيما يقول لك جابت الاضافه تاعها في لا سيري. يكذب عليك شوفي جميع واحد خيروه باش يجيبوه جاب الاضافه تاعو، يعني سي لا فيريتي. ابخي سي دي كومبوزيسيون كيما كي تشوفي مينا كي تلعب هذاك الدور عجوز منا سي با فاسيل، وكذلك شغل سي لو غيليزاتور اللي امبوز عليها هذاك الرول هكذا كي تو، باسكو الناس كي تسمع بلي جايه مينا بداو يستناو غير الضحك غير كيما شفناها في تيموشه. انا سي اوت شوز سي ان اوت ريجيستر سي قلت لك توجور حنا يعطونا دور نشوفوا المخرج نقولوا له هكذا راك حابنا نديرو نديرو كيما راك. وقول لي الامبيونس مع عثمان بن داوود وهشام مصباح. اما هذوك هذوك سي هذوك الامبيونس والله غير عندنا امبيونس صح ما شاء الله. سورتو كيما كيما قلت عثمان عثمان بن داوود ولا هشام صباح سي دي جون اللي عندهم اون اكسبيريونس اللي ما راهمش دي كولاغ راهم اساتذه معنا صح. من باب انه رانا نلعبوا معاهم مي انا نتعلموا كذلك تشوفي. اي بي سي با لا بروميير فوا اللي تتعامل مع عثمان بن داوود. كان لي الشرف بارك الله فيك، كان لي شرف على بالك بلي انا علاش نقول لك هذوما اللي قدم علينا كيما سالي اللي نحترمها بزاف. شوفي كنت نحبها من بكري ابخي اول من بين اوائل شوفي المشاهد الاولين كاع اللي لعبتهم في حياتي سيتي كان إليا 14 عندها 14 سنه 14 سنه صافي تخي لونتون كنت نوزن واحد 4 بوزيد ما فهموش معناتها رقيق خو كنت زعما نتكسر بلا ما يديروا لي راديو ولا برا نبان رقيق. سالي لعبت معاها في واحد ماشي ما نقولوا لا اسم لا سيغي ما نقول والو باش ما نبينش. لعبت معاها في واحد لا سيغي كنت جديد عباك بلي كاين دي كوميديان قدم
يرحبوا بنا كما كاين واحد اخرين يقدروا يرحيوك. نشفى انا لعبت واحد المشهد هكذا وكنت بالخلعه تاع كنت جديد جيتي كانت عندي الانرجي بلوس هكذا راكي شايفه بلوس بيكاتشو زواق. انت على الزواق الزواق ما تشديش انا زواق لا زواق زئبق زئبق بارك الله. كنت هكذا كنت صغير نشفى لعبت اول مشهد تاعي كنت مخلوع فرحانيتو. جا لي واحد الفنان ما نقولش اسم تاعو يعني فنان كبير دربي الله بريزاني بريزاني وشغل قال لي واحد الكلمات وين وليت نخاف حتى قريب خفت الكاميرا عباك في هذيك الدقيقه قلت لو كان غير نبدل الخدمه خفت 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 والله العلي العظيم مع العلم انه هذه الخدمه كان الحلم تاعي ملي كنت بيبي. جات سالي بواحد الكلمات بواحد الطريقه كيفاش قالت لي برافو ودتني عند المخرج والمخرج قال لي برافو سي تان رياليزاتور فرونسي وي سعد قاط وي قعدت انسانه عزيزه عليا بزاف باسكو بالك لو كان ماشي لو كان ماشي هذوك الكلمات اللي قالتهم لي بالك اليوم مانيش معاك هنايا جرحوك هذاك قالوا باسكو مروان في ان بوتي باساج طرطق تمتم واللي كانوا حاضرين كانوا ضحكوا كامل على الباساج تاعو اوغ كو لو بروميير رول اللي كان اسم كبير ما دار والو قدام مروان كنت صغير يا سالي حكمو في الكوا شفته قدامي ايه؟ بريمير فون نشوف فنان كبير مخلوع بالك ماشي هذاك هذاك النهار عطوني نحفظ السيناريو فيه وقيله خمس باجات حفظته هكذا حفظت ميم نيميرو تاع الباجا زعما نكمل خمسه اربعه كنت ميت بالفرحه يعني بعدا جاتني صدمه ما كنتش على بالي حكمو قال له اركح اركح شويه وشويه هاد اللي وهاد الزيادات كامل ما عندك ما دير بيهم ما راحش تنجح قال لي احنا عندنا دروانا امبروفيزي وانت انت شكون باش تامبروفيزي فوالا وهاد الزيادات كامل ما عندك ما دير بهم شفا عييت فشلت قلت يا ربي علاش راني نخدم هاد الخدمه راني مليح نحب نخدم في طابله في ميسوني على روحي راني بيا واش جابني والله العظيم غير جو سوي غومي اون كيستيون ومن بعد جات سالي واحد الكلمات نشفى غدوه من ذاك عاود وليت وطرطقت ولعبت هذوك الادوار امتي غول يعني نشفى مروان مديتها بالك اليوم مروان هذا الفنان مازالو هذا الفنان ما نقدرش نعطيك تفاصيل مازالو بصح ماهوش يبان مازال مرحبا ندخل مرحبا اذا نحيو ناس ميسونيا تكلمت على الطابله تاع ميسوني طابله تاع ميسوني مدرسه تجاريه هذيك هي ليكول دو كوميرس صح تاخذ تشري بطاطا نبيعو القبه اخو انيسا كي هضرتوا على الانرجي تاع مروان جا عندي قبل دار بشوش باش يشيان شفيت قال لي وفات كونسمنت استنى بصح علاش كيلو ما علاش قال لي قعدوا لي 28 يوم لازم نحيش قلت لهم كيلو 80 ولا ما ضربني بشيفر تما شغل كيما ديك تقول لك نشيان قبل عشاء هذاك انا نحيت 4 غرام استنى بعد بدا شوش برك جا بدا يونطريني بدا كدا عطيت له ريجيم وكاع بعد فينالمون قال لي نحب نلعب فوت شفت والله صح هذا قلت له يا ودي ما تلعبش فوت قلت له ما تدخلش الفوت دوكا في هذا البروغرام انا ديرو بروغرام انتونسيف ودرنا بروغرام انتونسيف صح باك يا بوزيد انتونسيف تاعو دخلت للدار صفر ما عقلتليش ما قالت لي تحوس على مروان قلت انا هو قال لي ما تاكلش من تاكل حبه روز في النهار خلينا نروكي بوزيد بوزيد خواني تفكرتها لا 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 سلام بعد بصح ما ياخذش الراي كاين حاجه في الحصه عجبتني اللي دار لي الميكرو هربطني شغل قابيش ليك ولا غير شي واحد شويه درا ولا لا على بالو بلي تزغد ونشكر المخرج باسكو سي انتيليجون باش ما نزغدش باش ما نزغدش على بالو هكذا دوكا في الماكله ناكل لي كروكات انا يلا بوزيد قلت لكم ما ياخذش الراي درنا هذاك النهار لي جومب شفيت درنا لي جومب درنا لي جومب انا لي جومب خرجت ليه القبار كان بيريقلي كاع هو راه يشوف لي تسمنت بالفوق جاب حنا قدها قال لي قال لي جعفر قاسم قال لي روح عندك بولدوغ هذا هكذا بوزيد واقيلا غير مني بوزيد تلمو عنده هانيسا اسمع بوزيد تلمو عنده لي زبدو غير مكرشي عباك شحال عنده مع بدو 83 وشنو؟ قال لي روترات صاي نام في ليمولي عنده لي زبدو يا بوزيد وعنده دوك تصاور تاعي الله يبارك شوفي قال لي واش قال لي هذاك النهار؟ قال لي اصبح قال لي ما ترجعنيش ميسكليا قال لي جعفر قال لي لازم تشيان برك درنا سيونس تاع جومبا قلت له مروان قلت له لا 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 قلت له بالك تلعب فوت قال لي خلاص طب سطوره ويلعب فوت مروان ما تجيش انت بليسي بوزيد بعث لي واحد الميساج تي ما ديسو سي سا اتخان هوم ربحت تبليسيت من بعد تبليسيت صح تبليسه في لاديكتور قال لي ما نقدرش نكمل تبليسه في لاديكتور انا بروبليم تاعي انا عندي ادمان تاع كره القدم وان شاء الله ربي يشافيني من هذا بعد بصح مروان قول لي كاينه راهي حجامه دقيقه سكري واحد اخر مروان خاف من الحجامه
اخو حيت ما تكون نورمال بدا ينحيو لك في الدم من الناس نورمال. بصح قالوا لي باللي خطره الكوتش دار حجامه في راسه مروان مش قلت له تلاقينا عند روكي تلاقينا عند روكي خلعني خلعني علي واش نحاك لي زاريات بونسي اسمح لي اسمح لي كنا مع امين ميموني تحيوا امين ميموني جالي بحجامه لهنا صور دوك الفضائيين تو بوزيد زعما نحيت الدم منا حبيت نحي لي زاريار بونسي عباك خسر فيها بوزيد هكا ما ريبونداليش ومن بعد ضحك لا يا خو ما نعرف هذوك انا كنت تقول لي حاجه ما بدا نشوف منا بصح مروان راك تهضر غير على كره القدم لو كان ما كنتش فنان كنت تكون لاعب كره القدم لو كان ما تبليسيت وي وي باينه باسكو مروان قربابي يلعب انا لعبت في انديه ماشي زعما راني نهضر باش نهضر وشنو خو يلعب لا لعبت كره القدم لعبت انا لعبت في بارادو دوك ليكول في جي سو بي في البيار لعبت في لي زانتر كاتي لعبت كذلك في اتحاد العاصمه لعبت في لافام كي جيت نكمل في اولمبيك العناصر لعبت الحمد لله كنت ميم كونفوكي اون سيليكسيون سؤال صريح شحال خلصت السيد راه غير يساند فيك والله ما فهمت شحال تفهمنا من قبل خويا لا ماشي هذوما كي دخلت البلاطو ما كذبش عليك انا كي شفتهم شافوني فرحوا ويتو فرحت بزاف وسلمت عليهم كاع يا طيب يا طيب لا مروان في الحي ولا بارتو وين يروح الناس كيعرفوه يمد لهم هذيك زيمين انكاردور يقصر صح ديت له حبي ديري مبات عنده اليوم ها اليوم ها دابا صح تريت نشكر الببليك عندك كاع لي موديل كاين واحد قسما بالله حط يدي في النار غير جاب عود تحت ثقة الجميع اروح 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 لي بوطي راهي الكاميرا اللي تبين كلش وريني السباط تاعو نطلعو فوق طابلة اب 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 بلي بوط وشو عندك ماتريال داخل تاع عود شو داير ابا عازف هارمونيكا نقدر نسمع مقطع هاك خو هاي روح هاك في التلفزيون يلا على لي بوط قلت لداركم بيجي في هكذا روح 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 حنا في بليك متعدد اروح اروح انت باش تخرج هنايا اروح باش يشوفوك داركم قدامي يا العام بابا كانت تغني بلون بلي كيما هذه والله غير لي بوط جابوا حقهم لا بصح مروان انتيا لا انتيا بهاد لا ميوزيك واش تدير له باغول ما نقدرش ندخل لا خلص انا في رمضان لا علي علي يلا تعرف راح عاود لي شو عاود لحلو بلونغلي راح حدا شاب لا لا كيما ديك ديري بتف ومنها اي فوالا ها دقيقة هنا زعما ني غايس كي سيتي كو كاس بيبلي فو سيني ويت لايك كيس بوم اون لايك ذا سيكيست بو فايت او وات بوزي دو سين لايك ان سينا وات اجين يلا شعبون كمل معاه انا غنجي هدايا روح عند شعبون انا روح واحدة من داحات شعبون في تيوري يلا بس انا باغي نسقسي هادو كاع كيف كيف ولا كل واحدة لا معليش كمل بهادي جبنا بدل كو جبنا واحدة شعبون كاين فراس كاين فيه طوسي اعطيني انا انا اعطيني دير تاع او حاب مداحات شعبون اسكت هذه ما فيهاش مداحات باش اعطيني واحدة ستيل ستيل امريكان ايا يلا امريكان ما تصفقوش وي هذه قلت عش تعشوك هكا يتمشاو والله والله زاس تكساس تكساس بيم مون ستوب خلو على انسان ميت او يغني على هذا استخبار برقان خلونا نستمتعوا بالفن مازال نص ساعه برك ماشي انا دورنا نحمو روح ما تضحكوش ديغا ماترياليست ام بيجنس نيو بدل يلا خلاص يعطيك الصحة
باذن الله اليوم صعيد خلاص يلا يعطيك الصحه يعطيك الصحه فيك. إذن هذه هي الأمبيونس مع مروان قروبي، كنت عارفة بلا حنخرجوا على ورقة الطارق. سيد عجب معك قاعد تاويل باش يجي في التلفزيون. شوف قول يوسف. جاب معاه كاع لي كوتي على رقونيك هذه. الله يبارك يلا مشاهدينا نروحوا لفاصل ما نروحوش.